الرحمن الرحيم. سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبي مدينة الإبداع والابتكار ومدينة الإنجازات، علمتنا أن ننفرد بالمعطيات وأن لا نكون دوما إلا في الصدارة. وها هي اليوم تعلن عن الافتتاح والاستضافة الرسمية لمتحف نوبل الذي يحمل عنوان جائزة نوبل أفكار تغير العالم. باهتمام كبير واستجابة لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرصت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على تسليط الضوء وتنوع وسائل نشر العلم والمعرفة، فهنيئا لنا هذا التميز وهنيئا لنا هذا التقدم. والآن مع كلمة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم فليتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. السيدات والسادة، بداية أود أن أرحب بكم جميعا وأشكر لكم تواجدكم وحضوركم لمشاركتنا هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه إمارة دبي السباقة دائما والتي عودتنا على التفرد والتميز. فاليوم مرة أخرى تنفرد دبي باستضافة حدث يقام لأول مرة في المنطقة بأكملها. الحضور الكريم، إن الحدث الذي نشهده اليوم يأتي متناغما ومتسقا ضمن منظومة كاملة تنتهجها الدولة على كافة الصعد. فحين يعلن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2015 عاما للابتكار، يعلن وحين يحثنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دوما على طرح الأفكار المبتكرة، وحين يضع الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية واستراتيجية خاصة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم هدفها تطوير مسارات نشر ونقل المعرفة وتوطينها، فلا شك أن استضافة صرح معرفي يعرض أهم الإنجازات والاكتشافات البشرية والأفكار المبتكرة التي غيرت وجه العالم أمام شبابنا وأطفالنا له استجابة وتطبيق نموذجي لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. فأهلا وسهلا بكم في متحف نوبل. الأخوة والأخوات، اليوم نعلن عن افتتاح متحف نوبل الذي يقام في دبي لأول مرة في المنطقة بشكله ومفهومه ومضمونه الجديد، والذي يحمل شعار جائزة نوبل أفكار تغير العالم. إن متحف نوبل يقدم نموذجا رائعا للتأكيد على أهمية رصد وتوثيق الإنجازات والاكتشافات البشرية لتكون مسارا تنتقل خلاله المعرفة عبر الأجيال، ومركزا تستلهم منه العقول قيمة العلم والبحث في التغلب على تحديات الحاضر ورسم ملامح مستقبل تنعم فيه الإنسانية بالرخاء ورغد العيش. اسمحوا لي أن أوجه لكم ولأصدقائكم ولأقاربكم وأفراد أسركم دعوة مفتوحة لزيارة هذا الصرح الإنساني العظيم الذي يحمل في كل ركن من أركانه معنى وقيمة وفضل تسخير العلم لخدمة الإنسان، ويعرض مقتنيات ملهمة ويسلط الضوء على نماذج لعقول أثرت البشرية باختراعاتها واكتشافاتها. متحف نوبل سيسهم في تحفيز شبابنا على الابتكار والنظر إلى الأمور بعين المبدع المستكشف وشحذ الطاقات لطرح الحلول والأفكار. سيتعرف شبابنا على سيرة شخصيات وعقول مبدعة ليكونوا لهم القدوة والنموذج، كما هو الحال في أديبنا الراحل نجيب محفوظ
وعالمنا أحمد زويل والطبيب اللبناني بيتر مدور وغيرهم من المبدعين العرب الذين تألقوا ضمن قائمة الحاصلين على جائزة نوبل. الضيوف الكرام، أشكر لكم حضوركم مرة أخرى، وأتمنى لكم أمسية معرفية تثري العقول وتفتح آفاق الابتكار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الكلمات المعبرة. ومع كلمة السيد لارس هيكنستن رئيس مجلس إدارة متحف نوبل والمدير التنفيذي لمؤسسة نوبل فليتفضل مشكورة. I would like to invite the chairman of Nobel Museum to the stage for his speech. Please welcome. Your Excellency, ladies, gentlemen, friends, let me begin with a warm welcome to all of you. We are more than happy that so many of you have been able to make it here this evening for the opening of the exhibition Ideas Changing the World. Let me also take this opportunity to thank the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation for the hospitality that you have shown us over the days when we have been here, and also for the cooperation on this project. The Nobel Prize is one of the world's most respected and well-known prizes, but not everyone knows so much about the man behind the prize, Alfred Nobel. Nobel, he was the inventor of dynamite, but he was much more than that. He was a hard-working scientist, an inventor, an entrepreneur with the whole world as his working field. A true Renaissance man with an interest not only in the natural sciences and in business, but very much also in philosophy, the humanities, literature, and also very much engaged in the peace issue. His whole life was characterized by the ideas of the Enlightenment, by search for knowledge and strong beliefs in fundamental human values. It's very difficult when you read about Nobel not to really get inspired by him. He was also someone who very much lived in his time. This was an era with many similarities with ours, some of them actually quite scary. It was a time of major scientific advancements, very rapidly improving communications, rapidly increased trade, and growing international enterprises. And these were areas where he himself was very much involved. But it was also an era just like ours, with strong social and environmental challenges, in the wake of the industrialization that was taking place, with anti-intellectual and xenophobic tendencies, and with a military build-up coupled with ruthless nationalistic actions and obvious threats to peace. And it was in this world that I just characterized, it was in this world that Alfred Nobel's will was opened in 1896. There he said that what remained of his fortune should be used to endow prizes to those who have conferred the greatest benefit to mankind, man or woman, regardless of nationality. By endowing prizes to those who had done the breakthroughs in science or written good literature or had done or made achievements within the area of peace, he wanted to make a difference. He wanted to make a better world. The universal character of the fact that it can be given to anyone regardless of country, and the independence of the work that has been showed by the prize-rewarding institutions, is today more important than ever. All too often, sheer might and power, economic or military, keeps us as individuals or our societies from taking the right decision, those that would actually benefit mankind. When
I was starting this job, I had a cup of tea with His Holiness Dalai Lama. And before I had the chance to say anything, he said that that he wanted to thank the Nobel institutions for the fact that they, or we, had had integrity and had dared to stand up against strong powers. In his case, he was, of course, thinking about China. But previously, it had been Nazi Germany or the Soviet Union, among others. Clearly, given how the world looks today, Nobel's vision is as relevant as ever. Thus, we feel that we have strong reasons to stimulate involvement and engagement in his field of interest, in science, in literature, and in peace. And this is really the background to the exhibition that we are opening here today. The exhibition briefly tells a story about Alfred Nobel himself and about the prize. But that is really only the starting point. Soon it focuses on those who have received the prize, the laureates, their stories, what they have done and what the implications of what they have done is for humanity today. We learn how our lives and our daily activities have been affected by the work of the laureates. And we do that with examples from everything to mobile phones to, you know, all other kinds, medicines, etc. In the final part of the exhibition, we actually also get a chance to look into the future. What questions would we like to see addressed seriously in a way that in the future could lead to a Nobel Prize? When we do this, when we present the history of the Nobel Prize, and when we link this to the issues of our time, we feel confident that Alfred Nobel is very much on our side. Nobel cared about social progress. He wrote about it, he discussed it, he worried about it. He was acutely aware that his activities, what he was working with, did not only have an impact on research and technology and business, but also very much on social change, on war and peace, on life and death. This is really what he wanted to influence with his prize. Once again, you are all most welcome to the ideas that change the world in Dubai. Thank you so much. إمارة دبي تحتضن الآن متحف نوبل ولأول مرة بحلته الجديدة ولمدة 30 يوما من العلم والمعرفة. أدعو الآن سعادة جمال بن حويرب والسيد لارس هيكنستون لبدء الافتتاح والإطلاق الرسمي لمتحف نوبل. نوبل، تلك الجائزة التي تعد من أسمى الجوائز في عالمنا. حصلت عليها شخصيات غيرت حاضرنا، أمدتنا بإنجازات واختراعات غيرت حاضرنا، مظهرين لنا قوة العلم والتعليم. مدعمين ثقافة الإبداع. فإنجازاتهم عمقت معرفتنا بأجسادنا لتكشف لنا أسرار حياتنا. تلك الأسرار التي طورت علم الكيمياء ورسمت حدود الفيزياء اللامتناهية. لتعلم
لتبني لنا نظريات ساعدت على تطوير الاقتصاد العالمي، فولدت لنا أفكارا مستدامة. احتفوا معنا بأفكار غيرت العالم. متحف نوبل وسط مدينة دبي. سعادة جمال بن حويرب، ندعوك لأخذ جولة تعريفية في متحف نوبل مع ضيوفك الكرام، وفي نهاية هذا الحدث أسأل الله لكم السعادة الدائمة ورخاء الإمارات. شكرا لكم.